على مستويين، يعني مش بنحاول نحط آلية أو طريقة وبعدين نفرضها على الناس. بالعكس، معالي الوزيرة في تواصل كامل مع المصريين في الخارج، في تواصل كامل مع كافة الأطراف الموجودة داخل مصر. بنبص على ما هي الموضوعات الجاذبة للطرفين. مهم جدا إن إحنا نتواصل مع هذه العقول المهاجرة، لأنه ده من تكليفات السيد الرئيس لدى يعني إصداره قرار عودة وزارة الهجرة مرة أخرى للحكومة المصرية. حاجتين: تلبية احتياجات المواطنين في الخارج والاستفادة من هذه العقول المهاجرة. عشان كده بعد عام من عودة وزارة الهجرة مرة أخرى للحكومة المصرية بنطلق المؤتمر الوطني الأول للعلماء. ما بننساش زي ما أنا قلت العلماء الشباب اللي موجودين في مصر. إحنا في كنت عملت بروتوكول مع مؤسسة الأهرام، بيعملوا صفحة أسبوعية عن العلماء الشباب. فإحنا طبعاً هؤلاء العلماء بيجوا إضافة لهذا المؤتمر، لأن إحنا عايزين تفاعل ما بين العالم اللي في الخارج أو الأستاذ اللي في الخارج أو الخبير اللي في الخارج ومع علمائنا والكوادر الشابة اللي عندنا. هي معالي الوزيرة ركزت معانا جداً ما شاء الله على فكرة استضافة العلماء في مصر. طبعاً كنا فاكرين إن إحنا، يعني أنا كنت متخيل إن العدد هيبقى أكبر من كده، ولكن بعض الخبراء قالوا لنا خلينا نركز على موضوعات معينة ومشروعات معينة.